صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز لي أن آخذ من زكاة المال ليتزوج زوجة ثانية، حيث أن زوجتي امتنعت عن الإنجاب بسبب مرض، وإني أخاف على نفسي الفتنة وآمل في إنجاب ذرية صالحة؟ إذا كان هذا هو القصد، وأن زوجتك اعتراها شيء صارت لا تنجب، وأنت تريد الذرية وليس عندك استطاعة للزواج للزوجة الثانية، فلك أن تأخذ من الزكاة. نعم.